جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل ويقول: هل يجوز لأحد إخواني الزواج من بنت هي أختي من الرضاعة؟ لا يجوز لك الزواج من بنت هي أختك من الرضاعة، لأن الله جل وعلا لما ذكر المحرمات قال: وأخواتكم من الرضاعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. نعم. وبالنسبة لإخواني يحفظكم الله. أما إخوانك نعم. الذين ليس بينهم وبين هذه البنت رضاعة فلا مانع أن يتزوجوا منها وإن كانت أختا لك من الرضاعة. يجوز لأخيك من النسب أن يتزوج أختك من الرضاعة. نعم.